فاتقوا الله واطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين. اسمعوا نصائح العلماء، استمعوا لها. ومن خيرة من ينصح في هذه الأزمان شيخنا الإمام الربيع حفظه الله وإخوانه من العلماء الإمام الفوزان وغيرهم من العلماء. اسمعوا إلى هذه النصائح، لا تقل كبير ولا هرم ولا ضعف، فتلك شنشنة نعرفها من أخزم قد قالها قوم من قبلهم فأصبحوا بها خاسرين. لا تكن بوقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في المؤمنين من يستجيب للمنافقين، وفيكم سماعون لهم. تقرأ، تنقل، يتناقلون، يقول، يقال. اليوم أنت واقف، الضربة الثانية تترنح، الثالثة ها تتهادى، الرابعة الخامسة تنصرع. لكثرة ماذا؟ لكثرة الضاربين، لأنهم وجدوا منك ماذا؟ أذنا وسماعا منهم. لا تعر سمعك إلى مثل هذا الكلام. واضح؟ بارك الله فيك. استمعوا لنصائح العلماء، علماء السنة، وهم كثر ولله الحمد، وفيهم خير وبركة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وإياك أن يأتيك آت فيجتث هذا العلم الصحيح ويشوشه عليك. كما قلت لك، انقلاب الموازين علامة هلاكك. إذا انقلبت هذه الموازين عندك هلكت. نسأل الله السلامة والعافية.